دايما ببدأ ببسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا النهاردة في شارع جامع البنات في الهلال والنجمة، يلا بينا نشوف النهاردة الأسعار بتقول ايه قبل العيد الكبير. النهاردة الكوسترات دي او الصينية، في ناس بتستخدمها ككوستر وفي ناس بتستخدمها كصينية، دي عاملة 55، واللي جنبها دي مقاس الوسط عاملة 45. في منها اللون اللي هو النحاسي ده، وفي منها اللون اللي هو مدي على جولد ده، وفي منها المربع عاملة 45. هنا دي الصواني عاملة 30، ودي 47 كبيرة دي، ودي 35. دي علبة المناديل عاملة 63، ودي علبة تانية تنفع للتوابل برضو عاملة 107، او تحفظي فيها بسكوت او بقسماط كده. دي صينية الصاج الكبيرة عاملة 46، وفي دي صواني بلاستيك صغيرة الواحدة عاملة 29، ودي الواحدة عاملة 14. انا في الدور التاني فوق في عند قسم الصواني، هاخد لكم اسعار كده على السريع. دي عاملة 28، عاملة 82 اللي هي الكبيرة، ودي عاملة 30. الاطباق دي طبق مسطح عامل 51، دي عاملة 36، ودي عاملة 30، وده الطبق عامل 46. تمام. ده هنا برضو الصينية عاملة 41، والحجم الأكبر شوية عاملة 56، ودي الأطباق اللي هي البولات عاملة، دي تنفع للشوربة عاملة 37، ودي بتاعت الصوصات عاملة 15 الواحد، برضو في منها جميع الألوان. ده هنا ده ينفع برضو للتسالي أو للصوصات عاملة 29، ده عامل 21، ده عامل 69، ده عامل 49، اللي هي الألوانات دي جميلة جدا، وده عامل 46، 47، 32. ممكن انت تكوني طقم كل يعني مثلا مدور على مسطح على كده، ده عامل 37 بألوان مختلفة بقى أو بنفس اللون اللي انت حباه، 34. وعلى فكرة الاطباق دي عملية جدا في المطبقية، بدل الصيني ما الأولاد مثلا يكسروها أو حاجة. دي 47، دي 55. على فكرة ده مش صيني، ده اللي هو الميلامين مش صيني. ده 29 برضو ممكن تكوني منه طقم. دي عاملة 21، ده 54، ميلامين شكل الصيني بالظبط. ده 25، ده 32. كشري ينفع، دي برضو الصواني، دي 42، دي عاملة 29، دي عاملة 49. في البطرمانات برضو الكبيرة دي عاملة 58، تنفع برضو للمخللات، دي عاملة 52. وفي دي عاملة 45، دي ازاز. دي شماعة وحامل عامل 20، دي عاملة 26، دي اللي هي بتتعلق. انا ممكن تتعلق في المطبقية، تعلقي عليها المجات كده يعني، انا او في ظرفة مطبخ تعلقي عليها المجات، او في الدولاب على فكرة انا حاطة فيها الحزام مثلا، كذا حزام يعني عملية، ممكن كل واحدة على حسب استخدامها ما هتستخدم. دي الأطباق عاملة 45، دي اللي هي الصواني الكبيرة، دي 37، ودي برضو 37. أهو المكان كأنكم موجودين هنا، نحب أصور لكم مكان بتفاصيله كأنكم موجودين بالظبط. ده ب98، ده ينفع للكاندي برضو، وينفع في المطبخ، وبرضو ينفع كل واحدة على حسب استخدامها. دي شايلة حلويات برضو ب208، واللي جنبها برضو المربعة هي بتاعتها ب208.
55 بتاعه الخضار، عصرت الليمون ب 143، 59 بتاعه البيتزا. احنا في الهلال والنجمه اللي هو في شارع المسكي، شارع جامع البنات، هو مشهور هناك في الدور الثاني. حلو، المبشره دي عامله 59. طقم الشوك ده عامل 102، 6، وطقم المعالق الصغيرة 106 و 168، برضو 6، والشوك الصغيرة ب 168، المعالق الكبيرة 186، برضو 6، 58 طقم الشوك، 68 الكبير، ده ب90، المعالق الكبير 6. طبعا كل سعر على حسب النقشة بتاعته وعلى حسب الخامة، تقيل خفيف، ده ب78، 6 معالق صغيرة، 87 الشوك الفرداني 6، 87 برضو 6، 49 اللي هما برضو 6، بس الفرق ما بين دي اللي هي المنقوشة بالذهبي كده، دي اللي هي السادة. في اللي نازلة جديد دي ب102، دي مدية على ألوان الطوف شوية، دي ب59 سادة، 6 شوك، 102 اللي هي فيها ذهبي. والسكاكين برضو نفس الحكاية، في منها اللي مدي على جولد دي شوية ب117، ب99 اللي هي الجولد دي، اللي مدية على ألوان الطيف ب117. ده كده طقم، في طقم كامل اللي هو طقم الشوك والسكاكين والمعالق ب120، 4، ده طقم 24 قطعة من كل حاجة 6، كبير أو صغير، طقم كامل على بعضه كده. ده كده عامل 110، دي شيالة 125، دي ب95 اللي هي الذهبي دي، 125 اللي جوه دي برضو 125. البوتل الكبيرة دي ب182، واللي هناك دي ب156، والطقم ده ب468، ده منظم للتسريحة، نظم الميك اب ده برضو وينفع يتحط على التسريحة، 364، ده منظم برضو ميك اب ب62. شكلهم واللي طالعة دي برضو ب222، تسريحة بقى تستخدميها في المطبخ على حسب احتياجك، ودي عاملة 150، برضو المراية بالدرج بتاعها. الطفاية دي ب156 الكبيرة، سواء المدورة او المربعة، الصغيرة ب34. الحامل بتاع المقشات ده والمكانس ب85، فرشة التنظيف ب68. انا بنقل لكم مش عشان الاسعار، انا بنقل لكم عشان المكان ده تعرفوا فيه ايه، واللي حابب يشتري حاجة يجي يشتري. انا بعرفكم هنا الهلال والنجمة فيه ايه، في الدور التاني ده ب43 اللي هي الشنط البلاستيك الكبيرة. المنشر ده عامل 110، والأباجورة السمكة عاملة 14 جنيه. انا بنقول لكم اسعار على السريع كده، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، واللي لسه ما فعلش الجرس يفعل عشان يصلكم مني كل جديد بامر الله. دي عاملة 34 جنيه، اللي هي الصبانة تتعلق كده بالهوك بتاعها، وده اللي هو الديسبنسر بتاع المية ده اللي انت بتحطيه في القارورة، عامل 163، عشان ده بالكهرباء ومعاه شاحن USB. دي صبانة مواعين عاملة 39. انا مش عارفة الحاجة غليت فجأة ولا انا اللي بقالي كتير منزلتش ولا الدنيا فيها ايه. دي عاملة 46 جنيه، دي عاملة 32 جنيه، 59 جنيه بتاعت الستارت البانيو. البوكيات الصغيرة دي عاملة 12 جنيه،
منشفة الحوض دي اللي بننشف عليها الحاجة عاملة 39 جنيه، سددت الحوض دي عاملة 10 جنيه، دي عملية برضو عن تجربة شخصية عاملة 9 جنيه. طقم اللي هو التنظيف بتاع البوتاجاز ده عاملة 31 جنيه، والصغير منه عامل 20 جنيه. طقم شاور 4 قطع، بتبقى فرشة والليفة واللي هو الحجر والليفة المدورة، عامل 54 جنيه. ده للعرايس. المبشرة دي عاملة 10 جنيه، 15. سبتيولا دي عاملة 18. طقم المقصات عامل 76. طقم السكاكين المشرشرة عامل 43. المقص ده عامل 38. مقص الخضروات ده عامل 52. طقم السكاكين للعرايس ده عامل 696، عبارة عن مقص واللي هو اللي بنسنن بيها السكاكين، واتنين اربعة خمس سكاكين، 696، وده برضو 696 نفس السعر. اللي هي الشماعة العنكبوت دي عاملة 19، والصفاية بتاعت البانيو دي عاملة 21. دي سكاكين بقى فرداني، دي تقريبا اللي هي بتاعت التورتة دي ب25، ودي سكينة العادية عاملة 20، خشب يد خشب. البلانشة دي النشابة قصدي عاملة 59، عاملة 60، ومنها المقاس الصغير ده عامل 22. المقوار دي بتاعت معلقة العسل عاملة 5 جنيه. دي بتاعت الرول عاملة 16 جنيه. دي دقة البفتيك عاملة 62 جنيه. دي عاملة 26 جنيه. المعالق الخشب دي 6 معالق مع بعض 24 جنيه. ده كده الدور الاولاني، ننزل مع بعض نشوف الدور اللي تحت. دي اللي هي الحاجات الجديدة اللي طالعة، دي عاملة 46 جنيه، بولت صوصات دي عشان خشب، وده برضو حامل عامل 45 جنيه حامل. ده البتاعة دي برضو عملية بتاعت المشويات، بس خلي بالكم متتحطش في الفرن عشان انا حطيتها في الفرن مباشرة اتحرقت مني، تتحط على الشبكة. عاملة 41 جنيه. دي عاملة دي قالب ايس كريم اللي هما اللي طالعين جديد السيليكون، عاملة 34 جنيه، 4 اشكال. اللي هو بتاع الالعاب ده عامل كام؟ 73. ده عامل 73 اللي هو الكتان. وهنا اشكال دي اللي هو الواحدة عاملة كام؟ 23. دي اللي هي الشكل كده كب كيك المغناطيس للتلاجة، وفي منه شكل الكرواسون. طب وطقم الصواني ده؟ 500. عامل 500 الاتنين مع بعضهم. ده كده كان الدور الاولاني، ننزل مع بعض تحت نشوف الدور اللي تحت فيه ايه. عندهم اهو كمية باسكتات بالالوان بتاعتها بالمقاسات بتاعتها، اللي حابب برضو ان هو ايه يستفسر عن حاجة. احنا كده نازلين مع بعض الدور اللي تحت. ده كده طقم مجات، ده الدور الاولاني، انا صورت لكم الدور التاني ونزلنا مع بعض. ده كده الدور اللي تحت، طقم المجات الشفاف عامل 175. في مجات فرداني اهي، الطقم عامل 50. اي مج من هنا عامل 50. دي الستاند بتاع المكوى عامل 657. انا بجيب لكم اسعار بس بنقل لكم اسعار. ده 1105 عشان طبعا حجم اكبر. ده 663. في التربو ده 4 دور عامل 329 بلاستيك، ده ينفع للحمام او في المطبخ. وفي الثلاثة دول
ب258. في اللبنه دي اللي هي دي زانوكي زينوكس 284، دي 450 اللي هي دي، والمقاس الاصغر منها ب 420 لتر ونص. ده البراد اللي استانلس اللتر ب 312، ده عامل 180 براد سيراميك. البراد اللي استانلس ال 2 لتر عامل 360. دول التلات حلل مع بعض طقم تلاجة عامل 221. هنا الاطباق اللي هي الطبق الغرف اللي هو السلستين عامل 13 جنيه، والغويط عامل 17، وهنا الاطباق دي عاملة 16. ده طبق تورتة عامل 200، ده خشب بالقعدة بتاعته عامل 234 اهو كده، يعني الطبق لوحده كده ده عامل 234. ده هنا البولة الاكليرك ب 23 والطقم ب 24، طبق مسطح صغير، وده ب 55. ده اللي هو الصيني بقى، ودي الاطباق اللي هي البولة الكبيرة الخشب عاملة 312، في منها الفاتح اهو، ده في منه الغامق، والمدور بتاعه ب 260. الهون الصغير ده بتاع التوم عامل 43 او بهارات، ده كده عامل 215 الاصغر. هو ده اسمه خشب سرسوع، دي طواجن بورسلين ب 156. ده طقم مجات ب 192، اربع مجات مع بعض منها اشكال بقى. دي اللي هي المضرب العجان ب 163. طقم الكنك للعرايس بقى او اي حد عايز يجدد مطبخه ب 462، ثلاث كنكات. هو مستورد جرانيت، والمصري قلتي بكام؟ 204. تمام. والدماسه ب 195، وده طقم اللي هو البنت دي برضو، على يعني انتوا ممكن تكونوا طقم مع السكاكين والشوك اللي فوق اللي هم شبههم مدي على الوان الطيف مع دول، عامل 819. ده طقم التوزيع في سفوري ده، ودي ب 45 برضو اللي هي العصارة. دي جولة سريعة كده بالأسعار. دي طبق صينية شاي ب 43، ده طقم تلاجة ب 149، تلات قطع. ده برضو عشان مستورد بلاستيك صحي. هنا اطقم التلاجة برضو كتير، وكل طقم بقى على حسب الماتيريال بتاعته، وعلى حسب هو بيخش الفرن ولا لا، الميكروويف ولا لا، بلاستيك صحي ولا لا، فاسعار متفاوتة. هنا برضو طقم الشوك الصغير الست عاملة 25، والكبيرة عاملة 35، هي بتختلف طبعا على حسب الشركات. دي ب 23. ده طقم الجردل عامل 175، وطقم طبق الغسيل ده ب 83، ده عملي جدا عن تجربة يعني، برضو ما بستغناش عنه، ب 83، والأكبر منه قلت بكام؟ ب 114. هو برضو طقم بلاستيكات، برضو هو متخصص طبعا في بلاستيكات، وخامتها نظيفة يعني، خامتها حلوة ما شاء الله. انواع بقى وشركات. في برضه 159 طقم الصينيه دي، الصينيه الواحده 159، وفي الحلل هنا الحله الواحده برضه عامله 205 اللي هو مقاس 24، و330 اللي هي مقاس 30، 275 اللي هي مقاس 28، 205 من دي اللي هي مقاس 24، منها برضه الوان 330، 245 الحله الواحده مقاس 28، 219 الحله الواحده مقاس 26، 221 مقاس 28، دي مقاس 30 295. واللي فوق دي مقاس 30 برضه 268 اللي هي دي. ده كده اول ما تخش المحل
والكزروله الغويطه دي عامله 137 مقاس 16 ودي مقاس 14 عامله 120 دي جرانيت دي برده مقاس 16 قلنا 137 ومقاس 14 ب 126 دي 160 مقاس 28 دي مقلايه غويطه دي 169 برده مقلايه غويطه اهي في منها دي في منها دي 160 مقاس 28 في اللي هي العياشه دي 165 ده المقاس الوسط المقاس الصغير ب 130 تنفع على فكره في تحط فيها الاكسسوارات او تحط فيها حاجتك على التسريحه 130 ده المقاس الاصغر خالص ب 104 يمكن انت تكوني طقم يبقى كده منه الصغير والوسط والكبير وفي منها برده اللي هو الايه المربع ده عامل 104 في منها المدور عامل 130 ده الوسط ودي عامله 104 ودي المقلايه عامله 57 مقاس 16 اهي ودي مقاس 16 اللي هي الصغيره دي عامله 57 واحنا قلنا اللي فوق اللي هي 160 ده كده اول ما تخش من المحل اهو قسم الحله اللي وريته لكم وده قسم المقلايات اللي هي العيش وده كده طقم الكيس بتاع الايس كريم عامل 205 طقم مج الشاي 6 قطع عامل 156 وده برده الايس كريم 6 قطع ده مج جيلي شاليمون فاكهه عامل 119 بعد كده قلت لكم بقى طقم اللي هو مج الشاي عامل 205 6 قطع وهنا ده عامل 124 على حسب طبعا حجم الكوبايه ده طقم المج اللي هو الشاي الكبير شاي بلبن 175 ده 156 ده 175 ده الطقم اللي هي الصينيه الصغيره عامله 74 ده مقاس 25 ودي 140 مقاس 28 الصينيه دي عامله المصفى دي عامله مقاس ومكتوب عليها مصفى مقاس 44 قصدي 44 انا من كتر الحاجه اللي هنا ما شاء الله اتلخبطت دي ال 74 اللي انا صورتها كده جوله كامله اهو في الدور الاولاني احنا في شارع جامع البنات الهلال والنجبه عند الهلال والنجمة انت انزلي كده جامع البنات وقولي لهم عايزة اروح عند الهلال والنجمة هو مشهور هنا اتمنى يكون الفيديو النهاردة يكون خفيف عليكم ويكون عجبكم واستفدتوا منه متنسوش اللي مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يشوف كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عند الكوبري تحت الكوبري ده جامع اسمه شارع جامع البنات وده اهو الهلال والنجمة في الموسكي شارع جامع البنات عند الكوبري عشان برضو اللي حابب ان هو ايه يبقى عارف العنوان